وصلنا لفقرة تالنتس. بتالنتس اليوم عم نستقبل شادي سنان، كاتب ومؤلف لكتاب مسيرة الألام، هالكتاب يلي بيعكس ألام البشرية وأفكار نفسية، أفكار كتير حلوة مأخوذة من حياتنا اليومية. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم شادي. شادي أنت عمرك 17 سنة، هذا أول كتاب من تأليفك، عندك هواية الكتابة والتأليف يلي بلشت من حوالي 3 سنين مثل ما خبرتني، والملفت يلي قلت لي انه انت من الاساس يعني من عمر صغير ما كنت حدا كثير بيحب المطالعه، ونحن دائما بنعرف انه اجمالا بيكون عنده اسلوب حلو بالقراءه لازم يكون بركه بيطالع عن عمر صغير او بيحب انه يكون عم بيقرا او ببلش التعبير عن عمر صغير، انما انت هذا الشيء ما كان موجود عندك، اكتشفته هلا من حوالي سنتين ثلاثه لما بلشت تكتب هالكتاب بالذات، هالكتاب يلي اسمه مسيره الالام. بدك تخبرنا شوي اول شيء ليه اخترت انك تكون عم تكتب كتاب، وشو كان التعبير وشو الهدف منه، واهم شيء شو موضوع الكتاب؟ هيدا الكتاب مسيرة الألام هو بيحكي عن مسيرة البشرية، كيف فينا كيف البشرية فاتت بخطيئة وفاتت بمجال كتير شرير. نعم. بالأخلاق والقيم لازم نحن نكون كتير منتبهين لها، و هذا الكتاب فيه كتير مواضيع، أهم موضوع هو إنه يخبرنا كيف نتغاضى عن الألام بالبشرية، كيف نفوت على الشيء الصحيح، كيف نخلص من الخطأ ونفوت على الشيء الصحيح. وأكيد هذا بتعبير مني ومن أفكاري وكيف أنا بشوف الناس. يعني فينا نقول الكتاب موضوعه هو آراء نفسية عندك إياها، آراء مراهق بركة عم بيقطع بعمر المراهقة، عم بيشوف الغلط كيف هو بيقدر يفسر الغلط، والحلو كمان أنه جامع أكثر من موضوع عم بينحكى عنه داخل هالكتاب. فيك تخبرني أكثر عن كل موضوع، كيف مجزأ الكتاب؟ هلأ بيحكي عن موضوع، أول شيء بلشت موضوع ديني، بعدين موضوع أخلاقي، بعدين موضوع إنساني. يعني أول شيء الدين. ليه اخترت أنك تكون عم بتدخل الدين بكتاب عم تحكي فيه عن مجتمع؟ لأنه هاد الدين كتير بيساعدنا نتخلص من هالأشياء المنيحة ومن نتخلص من الأخلاق الغير صح، يعني قلة الأخلاق. نعم. ونعرف شو هي الأخلاق والقيم أهم شيء. لما نحكي دين يعني أنت عم تحكي من طائفة معينة، عم تحكي دين من اعتقادات معينة، أو كيف تفسيرك؟ أنا ما دخلت طوائف أبداً. نعم. بس حكيت عن دين. طب شو الدافع يلي كان عندك؟ كلنا نعرفه. شو الدافع يلي كان عندك يلي خليك أنك تكون عم تكتب كتاب؟ هلا الدافع اللي خلاني إنه أنا بحب كتير أكتب من أنا، يعني من أنا من 3 سنين. كل ما أكتب بحس براحة، براحة لأنه عم عبر عن شو في جواتي وشو في شو عم شوف. يعني مثل منفس لإلك بتكون الكتابة، يعني بنعرف يمكن في أشخاص لما يحسوا بضيقة أو لما يحسوا يمكن بهيك إحباط نوعا ما بيروحوا صوب الغنى، يمكن بيروحوا صوب الرقص، يمكن بيروحوا صوب هواية معينة. أنت لإلك الهواية الأساسية لما تكون حاسس ب، حتى لو مش حاسس أنا دايما. طب شو الحالة النفسية اللي بتكون فيها لما تكون عم تكتب؟ يعني بتكون بركة بأوضتك قاعد لوحدك على الورقة والقلم، شو الطريقة اللي بتكتب فيها؟ هلا أكثر شيء بقعد لوحدي تقدر أفكر صح وأكتب بطريقة معينة إنه حلوة. شو الوحي؟ من وين بيجي الوحي؟ الوحي بيجي من الأحاسيس، من كل شيء جواتي بيطلع، من شو عم شوف كل يوم اللي عم بمرق فيه بالمجتمع، شو عم بقدر شوف واستخلص من هالبشر. وبأرائك انت، طب بتلاقي فيه لنقول انت اذا كنت قاعد بين اصحابك شباب وصبايا من عمرك وبتشوف الغلط، بتقول لهم بتواجههم او بتروح بتكتبه وبتلاقي كيف فيك تصلح الغلط على طريقتك انت؟ هلا مش هي مش واقعه بس انه هن بيناتهم اصحابي، انا بكتب بشكل عام عن كتير ناس وبعرفهم، يمكن ما يكونوا أصحابي، يمكن ما يكونوا من مجتمعنا، يمكن ما يكون من بلدنا أو شيء. طب لمين موجه الكتاب؟ موجه لأي فئة عمر في يكون يقرأ هالكتاب؟ في يكون من عمري ومن أكبر.
فيكون من عمرك فيكون اكبر، بس يمكن في ناس ما بيفهموا من عمري او اقل. في رساله معينه حابب انك تكون عم بتوصلها من خلال، يعني واحد بيقرا هالكتاب من وراء بيعرف انه في رساله انت حابب تكون عم بتوصلها عم بتتوجه فيها للقارئ؟ انه بدي بس هيك اعطي انا مع يعني قول احاسيسي بس وكيف بقدر اطلع على المجتمع، وبالتالي يمكن واحد يعجبه كلامي. رح ناخذ وقفة صغيرة ونرجع نتابع الحديث معك شادي. متابعين بتالنتس، واليوم عم نتعرف على موهبة جديدة، على موهبة الكتابة مع شادي سنان. شادي، كنا عم نحكي قبل الوقفة كيف ليه قررت انك تكون عم تكتب هالكتاب، هالكتاب يلي ما بيحكي عن قصة معينة انما بيحكي عن اسلوب حياة معين انت عم بتشوفه، مثل نصايح بتعطيها او منفس كمان لإلك لتكون عم تعكس حياة عم بيعيشوها مراهقين من عمرك، والكتاب موجه مثل ما قلت لي لكل فئات العمر، ما عم نحكي عن عمر محدد. الكتاب مكتوب باللغة العربية، وهالشيء هو كتير ملفت، خاصة أنه شباب من عمرك ما بقى كتير عم بيستعملوا اللغة إن كان بالحكي أو حتى بالكتابة. بقى هيدا الشيء عن جد لقيناه حلو، حلو أنه يكون عم يتضوى عليه. بس شو اللغة المستعملة؟ لغة سهلة؟ كيف التعبير؟ شو الكلمات اللي معبر فيها بالكتاب؟ معبر بكلمات شوي صعبة وتعبير شوي صعب، بس كمان بينفهم، مش انه ما بينفهم. واخترت اللغه العربيه لانه بحبها كثير، كثير بحبها اللغه، بفضلها على غير اللغه. الكتاب صار متواجد بالمكتبات، وين فينا نكون عم نلاقيه؟ هلا حاليا بعد مش متواجد بالمكتبه، بس رح نعمل اول خطوه هي معرض الكتاب. نعم، بس بعدنا ما محددين ايمتى. بدنا خلال اسبوعين تقريبا مثل ما قلت. اسبوعين ثلاثه. نعم. إيه؟ فبعد معرض الكتاب فينا نكون عم نلاقي كتاب مسيرة الآلام بكل المكتبات. نرجع من تاني خطوة بالمكتبات. نعم، شو الأصداء اللي سمعتها؟ يعني نحن بنعرف إنه ما توزع بعد هالكتاب، إنما مثل مقربين منك وزعت لهم إياه لتكون كمان عم تسمع الفيدباك تبعولهم أو الأصداء، لأنه بنعرف إنه من وراء أول كتاب يمكن واحد بيقدر يسمع، بيقدر يعرف شو الأشياء اللي لازم يحسنها إن كان بأسلوب الكتابة أو حتى بالأفكار اللي عنده إياها. شو كانت الأصداء؟ هلا في ناس حبوها كثير، وفي ناس شوي انتقدوا كم شغلة بس حبوها. نعم، الانتقادات من اي ناحيه اجت؟ من ناحيه انه فيها شوي، يعني انا جبت من كثير معلومات من كذا محل. نعم، يعني في شوي مش تناقض، بس انه بيختلف الاشياء، بس جبتهم كلهم نفس الفكره. نعم، نفس الفكره الوحده. خطط مستقبليه، وين حابب توصل بالموهبه اللي عندك اياها؟ هالموهبه اللي فينا نقولها ميزه عندك اياها، لانه مش كل الاشخاص خاصه بعمرك بيقدروا يكونوا عندهم هالميزه. وين حابب توصل بالمستقبل؟ حابب اوصل انه صير كاتب، عن جد كاتب، وانه حابب اعمل ادب عربي كمان تطوير. في عندك خطه انك تكون عم تكتب كتاب ثاني؟ سلسلة كتب بركة؟ ايه اكيد. بنزيت الموضوع؟ قريب على الموضوع بس غير شيء. نحن فعلا بنفتخر بشباب مثلك، بشباب من عمرك، اول شيء يكونوا عم بيشجعوا الكتابه، ونرجع لهالكتابه الورقيه مع العلم انك اعطيتني معلومه انك انت ما بتكتب على الورقه والقلم، بتستعمل الكمبيوتر لتكون عم تكتب، بس كمان ليش لا؟ بالنهايه اذا الهدف منا انه يكون عندنا كتاب بين ايدينا ونكون عم نشجع المطالعه عند المراهقين وعند الاشخاص يلي من عمرك، بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وتقدر اكيد توصل للعالميه، وان شاء الله كتبك كمان يكونوا يوصل للعالم كله. أهلا وسهلا فيك. مرسي. معنا اليوم رح ناخد وقفة صغيرة ونتابع بفقرة جديدة وبموهبة جديدة بتالنتس.